للحديث عن المساعدات الأخيرة لمنظمة أم القرى في عملية الفلوجة معنا من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا بك دكتور عبد القادر، بداية ما أهمية هذه الحملة التي قمتم بها في مخيمات بزيبز في عملية الفلوجة، وما الذي تختلف به عن سابقاتها؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة بعد المناشدات التي وصلت المنظمة من العائلات المهجرة من جرف الصخر والتي تسكن في مخيمات منطقة الزيبز وطلبهم لمادة النفط الأبيض نظرا لحاجة هذه العائلات في استخدامه للتدفئة ووقود الطبخ، قامت المنظمة بتنظيم هذه الحملة، وهي حملة كبيرة كانت لتأمين مادة النفط الأبيض. فتم توزيع بحمد الله 20,000 لتر من النفط على 1,000 عائلة بواقع 20 لتر لكل عائلة. نعم. وحقيقة تأتي أهمية هذه الحملة في وقت تشهد المناخ انخفاض درجات الحرارة فصل الشتاء في تلك المخيمات، ولعانت هذه العائلات في مواجهة حالة البرد في هذه المخيمات. نعم. حيث تعاني من نقص كبير في وقود التدفئة، لذلك لبت المنظمة هذه المناشدات واستطاعت أن توفر هذه المادة لجميع ساكني المخيم وهم أكثر من 1,000 عائلة كما قلت، والحمد لله. دكتور عبد القادر، يعني توجهكم لتوزيع مادة النفط الأبيض إلى أي مدى بات يعكس الحاجة إلى ضرورة عودة واستقرار النازحين بدلا من الظروف الجوية الصعبة التي يواجهونها هذه الأيام؟ الحقيقة يعني هي يعني الكل الرائي، يعني كما يقال ليس رائي كما سمع، يعني اللي يتجول في هذه المخيمات ويشاهد المشاهد المؤلمة لأطفال ونساء ليس لهم مأوى إلا هذه الخيام البالية، وهم موجودون في هذه المخيمات منذ أكثر من 7 سنوات، وهذه الخيام التي تحتضنهم صارت تعرفهم ويعرفونها. فبالرغم من ذلك مطلبهم الأول والرئيس هو إعادتهم إلى منازلهم التي هجروا منها من ناحية جرف الصخر منذ أكثر من 7 سنوات، والمعاناتهم تزداد يوما بعد يوم في الحقيقة، وحاجتهم بشكل مستمر يعني في هذه المخيمات في العراء وهذه الظروف الجوية الصعبة، يعني وضعهم مأساوي ولا يستطيع أحد أن يدرك حقيقة وضعهم إلا بأن يكون بينهم ويطلع ويقف على حالتهم وظروفهم المعيشية الصعبة. لذلك نحن يعني نقدم ما نستطيع في الحقيقة في المنظمة، ونحاول أن نؤمن ما يمكن تأمينه من حاجتهم من مواد غذائية بطانيات و مادة النفط الأبيض على ضوء مناشدتهم وحاجتهم ومطالبهم التي يوجهونها بين فترة وأخرى. طيب، أمام هذه الصعوبات التي تواجه النازحين وهي بالتالي يعني تثقل المسؤولية على أكتافكم، وهذا مما لا شك فيه، سؤالنا هنا ما هي مشاريعكم المستقبلية دكتور عبد القادر؟ تفضل. الحقيقة هناك يعني احنا بناء على التقارير الميدانية من خلال التواصل مع إدارات المخيمات في مختلف المحافظات التي توجد فيها مخيمات النزوح في المحافظات الشمالية والوسطى، وبناء على الدراسة الميدانية نحدد الحملات التي الشهرية والأسبوعية بحسب الإمكانات الموجودة وبحسب ما يحتاج هؤلاء النازحون في هذه المخيمات. كما كانت مثلا في هذه خلال هذا الشهر تأمين مثلا البطانيات بسبب الظروف الجوية وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك النفط والمواد الغذائية. لدينا مشاريع حقيقة مستقبلية إن شاء الله ستكون يعني تلبي حاجة النازحين في هذه المخيمات بقدر ما تستطيع أن تقدمه المنظمة. الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار، شكرا جزيلا لك.